سننتقل الآن إلى الدرس الموالي اللي هو يهم الظواهر المناخية والجريان، لأن شفنا مجموعة من الأمور التي تهم حوض التصريف من حيث الطبوغرافيا، من حيث الشبكة الهيدروغرافية، القياس ديال الكثافة، من حيث الدور ديال الجيولوجيا، من حيث مجموعة من الأمور اللي هي مرتبطة بالمجال الجغرافي كمعطيات قارة بين مزدوجتين، لأن يعني باش تغير واحد الجيولوجيا ولا واحد الطبوغرافيا كيخص واحد الفترة زمنية اللي هي مهمة، ولهذا كيمكننا نعتبرها من بين الظواهر ولا لي دوني ستابل بليز او موان، يعني دي المعطيات اللي هي إلى حد ما التغيير ديالها لا يقع بين عشية وضحاها، ولكن يتطلب ماشي بحال الطقس، ماشي بحال غطاء نباتي، يعني الان كاينه غابه غدا ما غتبقاش لان تقطعات، او لا يعني تغير اللي هو فصلي ولا. اذا الان غادي ننتقلوا الى العلاقه ما بين الظواهر المناخيه وما بين الجريان، وهنا في هذا العنصر هذا لا نهتم بالظواهر المناخيه من حيث دراستها، لان هذو مسائل اللي درتوها في الفصل الاول وفي الفصل الثالث في المناخ الدينامي في الفصل الثالث، ودرت دراسة مناخية ولا المناخ العام بشكل عام. إذا هنا سنهتم بالجانب المناخي في علاقته مع الجريان فقط، لا ندخل في تفاصيل أخرى التي تهم كيف تتكون التساقطات، لماذا، ما هي التيارات الهوائية، ما هي الدورة الهوائية، لا ندخل في هذه التفاصيل، ولكن نهتم ببعض العناصر من المناخ التي لها علاقة مباشرة بالجريان والتي تؤثر عليه. إذا ولكن هذه الظواهر فهي تلعب دورا مهما ورئيسيا، لأن الغلاف الجوي كيف شفنا في البداية أن الغلاف الجوي هو الممول الرئيسي بالمياه للأحواض المائية وللكرة الأرضية. إذا الممول الرئيسي بالمياه عبر التساقطات، ديك التساقطات اللي قلنا على أنها مصطلح يتضمن مجموعة من العناصر داخل التساقطات إما سائلة أو متجمدة إلى غير ذلك. إذا تعتبر العوامل المناخية عوامل مهمة وأساسية في الجريان، ولهذا يجب دراستها دراسة دقيقة. ويعتبر الغلاف الجوي هو يعني كممول بالماء للكرة الأرضية وللأحواض المائية عن طريق التساقطات، ولكن هو في نفس الوقت فهو يمدها بالمياه، ولكن في نفس الوقت فهو مستهلك لهذه المياه عن طريق الحرارة التي تعمل على تنشيط التبخر المباشر والغير مباشر. إذا فهو يمد الأحواض بالمياه، الغلاف الجوي يمدنا بالمياه، ولكن في نفس الوقت فهو يستهلك جزءا منها. وهنا تدخل يعني الدراسة التي يجب أن نقوم بحساب واحد الحصيلة، أن بيلون، الحصيلة المائية، كم يدخل إلى الحوض وكم يخرج منه وكم يتبقى لنا. إذا للقيام أو بحساب هذه الحصيلة المائية لا بد من دراسة العوامل المناخية. أيضا فإن التساقطات بمختلف أنواعها هي المحرك الرئيسي للجريان. عندما تكون تساقطات يكون يرتفع الصديد، تكون امتطاحات، يقدر يكون فيضانات إلى غير ذلك. عندنا عدم تساقطات يقدر يوقع لنا جفاف في الشبكة المائية أو فترات ديال الشح لتياج إلى غير ذلك. إذا هناك علاقة وطيدة ما بين الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الصخري، علاقة دائمة مستمرة. إذا شفتوا بأن منين شفنا الجزء المخصص ب الدورة المائية لو سيكل دولو، داخل هناك علاقة وطيدة ما بين الغلاف المائي، الغلاف الصخري والغلاف الجوي. إذا على الأقل اللي كنا نشوفوا ما هي أو نطلع ما هي الجوانب التي تهمنا أثناء دراسة حوض التصريف، دراسة هيدرولوجية، ما هي الجوانب التي تهمنا بالنسبة لدراسة العوامل المناخية. إذا هذه العوامل المناخية كيمكننا
ان يعني اللي كنهتموا به ان ثلاثه ديال العناصر اللي هي التساقطات لي بريسيبيتاسيون اللي هي التبخر ليفابوراسيون ولا ليفابو ترانسبيراسيون اي التبخر والتبخر النتف التبخر المباشر انطلاقا من مسطحات مائيه البحار والمحيطات والضايات الى غير ذلك والتبخر الغير مباشر اللي هو عن طريق الغطاء النباتي وعندنا العنصر الثالث اللي هو الحراره طبيعه الحال الحراره هي المحرك الرئيسي اللي كتعمل على تسخين المياه باش كيولي عندنا بخار باش داك البخار باش داك الماء كيغير من الحاله ديالو من حاله سائله او متجمده الى حاله اللي كيولي عباره عن بخار وكيمكن له ينتقل من الغلاف الصخري او الغلاف المائي الى الغلاف الجوي. اذا التساقطات هذا المصطلح اللي هو بالفرنسيه لي بريسيبيتاسيون اي تساقطات تضم كل اشكال المياه المتساقطه من الغلاف الجوي كيفما كانت حالتها ليطا او الحاله سواء متجمده على شكل ثلوج على شكل برد او على شكل سائل كالامطار مثلا او رطوبه جويه او الى غير ذلك يعني فهي عباره عن مياه تصل الى الارض باشكال وبحالات مختلفه حسب ظروف معينه التي تكون تحيط بتشكيل هذا النوع من التساقطات وهذه الظروف هي اللي قلت على انكم راكم شفتوها في مواد اللي قريتوها في الفصل الاول والفصل الثالث. اذا التساقطات اول حاجه هو اننا نقوم باختيار المحطات التي تكون ممثله لمجالها يمكن يكون جوج محطات متقاربين ولكن ما كيعطيوناش نفس التمثيليه فكناخذوا المحطه المناخيه التي تمثل مجال ممثله لمجالها فاذا نقوم باختيار المحطات اولا على هذا الاعتبار انها تكون ممثله للمجال الا كان الحوض مثلا قداش ما كان الحوض متسع قداش ما خص يكون عدد المحطات كثير ثم نرى هل المحطه تتوفر على معطيات يعني طويله على سلاسل طويله للقياسات او سلاسل قصيره يعني لان في الدراسه المناخيه لابد من المحطه ان تتوفر على الاقل على اكثر من 26 سنه فما فوق قداش ما عندنا عدد سنوات كثير قداش ما كتسمح لنا اننا نصادفوا سنوات جافه سنوات رطبه سنوات معتدله متوسطه الى غير ذلك وكتكون عندنا انواع كثيره وبالتالي كيمكننا نخرجوا بواحد النتيجه دقيقه على نوع النظام ديال التساقطات داخل الحوض. كذلك اذا كانت محطه بها سلاسل قصيره ديال 90 ولا 50 فما يمكنناش نشتغلوا بها لان ما كتعطيناش فرص باش نصادفوا سنوات مختلفه من ناحيه كميه التساقطات. ايضا كنختاروا المحطات على حسب واش فيها سنوات مسترسله او متقطعه. مثلا ملي كنلقاو ثغرات دي لاكين فوسط السلسله فكيجينا صعيب باش نعمروها بطبيعه الحال كاينه الطرق اللي كتساعد لملء هذيك الفراغات ولكن ما كاين ما احسن ملي كتلقى سلسله اللي هي متكامله ومسترسله ما كتلقاش مثلا عندك عام نقص فيه شهر وواحد الشهر نقص فيه يومين اي هناك فراغات اللي ما كتسمحناش باش نديرو المبيانات ونمثلو تمثيل كارتوغرافي التساقطات. ايضا كنختاروا المحطات على حسب اللي يكون عندها سنوات ديال القياس متطابقه مع سنوات ديال قياس الصبيب لان الا خدينا هنا التساقطات باش نقارنها مع الصبيب الا كانوا السنوات ديال الصبيب في التسعينات والسنوات ديال التساقطات في الثمانينات اذا ما عندناش نقاط ديال التشابه ما بيناتهم ما كيمكنناش نقارنهم اذا خصنا يكونوا عندنا نفس الفترات ديال التساقطات وهما نفس الفترات ديال الصبيب باش كيمكننا نقارنه الى غير ذلك اي اننا اثناء اختيار المحطات فان الدارس يقوم ب يعني يقوم بالاهتمام بهذه الامور كلها اللي قلت لكم لانها عندها اهميه بالنسبه للدراسه. اذا ملي كنختاروا المحطات من بعد هاد المعطيات كلها لان غير الاختيار ديال المحطات كيمكن ياخذ واحد الفتره زمنيه معينه بالنسبه للباحث
وكنلاحظوها مع طلبه الدكاتره اللي كيكونوا كيشتغلوا انك تاخذ واحد الفتره مهمه غير باش يختار المحطات، لان ما كيكونش اختيار عشوائي اعتباطي، ولكن كيكون اختيار اللي هو مبني على اسس. الاسس هي هذه يعني اللي عطيتكم دابا. اذا كناخذوا التساقطات، غادي نمشي بصفه عامه. كنبداو اذا بالتساقطات، كان عندنا جوج ديال الامور اللي كيخصنا نعرفوا بالنسبه فيما يخص التساقطات. اولا التوزيع المجالي، ثانيا التوزيع الزمني. اذا التوزيع المجالي سي لا ريبارتيسيون سباسيال، لا ريبارتيسيون دون ليسباس، اي توزيع التساقطات داخل المجال الجغرافي في الحوض. واش التساقطات الكميه ديال التساقطات متساويه في مختلف ارجاء الحوض او هناك اختلافات؟ الا خدينا دائما المثال ديال سبو، حوض سبو، كنلقاو على ان المجالات الريفيه هي المجالات التي تتلقى كميه مهمه من التساقطات. فبالنسبه للمجال الريفي فالتساقطات كيمكن لها في المتوسط توصل حتى ل 1500 ملم سنويا، هذا كمتوسط، يعني كاين بعض السنوات اللي كتكون اكثر وكاين بعض السنوات اللي كتكون اقل. بينما ملي كنمشيو للمجال ديال الاطلس المتوسط اللي حتى هو داخل يعني يغذي حوض سبو بالمياه، كنلقاو على ان الكميه ديال التساقطات فهي اقل من المجال الريفي. ملي كندخلوا للهضبه الوسطى فكندخلوا في النطاق شبه الجاف، اي التساقطات تتراوح ما بين 400 500 600 ملم كمتوسط على حسب المحطات اللي خدينا داخل، لان هناك محطات متعدده. اذا كنشوفوا شنو هما المحطات. ملي كندخلوا للغرب اي المحطات التساقطات الكميه ديالها كتختلف. فاذا حسب المجال الجغرافي داخل الحوض فاننا نختار محطات مناخيه متمثله لمجالها. فهاد الشان ديال حوض سبو على الاقل خصنا ناخذ محطات من هاد الاربعه ديال المجالات اللي عطيتكم، من المناطق الريفيه، الاطلس المتوسط، الهضبه الوسطى والغرب، باش عاد يمكننا تكون عندنا فكره على النظام المطري داخل حوض سبو. اذا كنهتموا بالتوزيع المجالي للتساقطات، وكنقسموا الحوض الى احواض او لا الى مجالات صغرى باش كنميزوا ما بين الكميه ديال التساقطات، وكيمكننا نديروا خريطه موضوعاتيه للتساقطات اللي كتعطينا الاختلاف ديال منحنيات التماطر داخل هاد المحطات هذه. بطبيعه الحال في التساقطات، اذا هذا التوزيع المجالي اي توزيع التساقطات داخل حوض التصريف. هل هذا التوزيع متجانس، يعني نفس الكميه تقريبا يتلقاها الحوض بكامله في جميع ارجائه، ام ان هناك اختلاف ما بين مختلف ارجاء الحوض؟ كاين بعض المجالات التي تتلقى كميات كبيره وكاين اخرى تتلقى اقل. اذا باش كناخذوها بعين الاعتبار، لان ما غاديش يكون عندنا نفس النظام ديال الجريان، يكون اختلاف. هذا بما يخص التوزيع المجالي. بالنسبه للتوزيع الاخر اللي هو التوزيع الزمني، اي توزيع لا ريبارتيسيون تمبوريل، اي التوزيع في الزمن حسب الفصول، حسب السنوات، حسب الشهور، حسب الايام، اي ان التوزيع الزمني يختلف. وفي هذا التوزيع الزمني نميز ما بين التساقطات السنويه، التساقطات الشهريه، والتساقطات اليوميه، ونقوم بدراسة إحصائية. طبعا الحال كنستعملوا لي لوجيسيال خاصة الإكسل، كنستعملوه ولا هاد البرامج هذه اللي كتساعدنا باش نتعرفوا على أو نديروا الإحصائيات اللي كناخذوها على شكل أرقام من الإدارة اللي كتسهر على يعني هاد القياسات هادو. كناخذوا هذوك الأرقام اللي عبارة عن معطيات إحصائية، جداول ديال الأرقام، وكنحاولوا نديروا لها تمثيل كارتوغرافي باش كنديروا مبيانات اللي كتعطينا تشخيص للتساقطات، وكنديروا دراسة لكل محطة على مدى السنين التي تكون السلسلة. إذا كانت السلسلة فيها 30 عام كنديروا دراسة إحصائية لسنوات السلسلة باش كنعرفوا ما هي السنوات التي أتت بكمية مهمة من التساقطات، وما هي السنوات التي
مثلا عرفت عجز، بل اننا كيمكننا نديروا مجموعه من الدراسات الاحصائيه على التساقطات كالفارق المعياري لكارتيب، نشوفوا ما هي اعلى قمه واعلى قيمه وادنى قيمه، نشوفوا المتوسط، نشوفوا الانحراف عن المعدل، اي يعني ما هي السنوات التي اتت بكميات من التساقطات اكثر من المعدل ديال السلسله، وما هي السنوات التي اتت بقل، ونقوم بدراستها بوضع نسب مئويه، مثلا 30% من التساقطات ديال السنوات جات اعلى من المتوسط و70 اتت اقل الى غير ذلك، اي اننا نقوم بدراسه احصائيه لكل محطه. هذا فيما يخص التساقطات السنويه، ونقوم بنفس الشيء بالنسبة للتساقطات الشهرية، باش كنشوفوا ما هي التساقطات التي ما هي الشهور التي تأتي بكميات كبيرة خلال سلسلة معينة من السنوات خلال 30 أو 40 أو 60 سنة، وما هي الشهور التي، وكنقوم بعملية حسابية إحصائية باش نعطيو مثلا كمثال، نعطيكم كمثال لمحطة، مثلا محطة إفران الدراسة ديالها أظهرت أن رغم أنها محطة اللي موجودة في واحد النطاق اللي هو كيعرف واحد الرطوبة معينة، واحد الكمية ديال التساقطات معينة، ولكن مع ذلك كنلقاو بأن شهر يوليوز وغشت غالبا دائما كتجي ما كتلقى حتى نقطة من التساقطات، ما عدا إلا جات ديك العواصف ديال فصل الصيف اللي كتأتي مرة مرة، ومع ذلك فهي ديك الشهر بجوج دائما ما كتكونش فيها تساقطات، على عكس ملي كنمشيو للشهور اللي هذه كنعطيكم دراسة اللي قمت بها شخصيا على مدى 64 سنة، ملي كنمشيو للسنة مثلا الشهور ديال يناير وديال دجنبير، خاصة دجنبير ويناير، كنلقاو بأنها هي أكبر الشهور اللي كتلقى كميات كبيرة من التساقطات خلال سلسلة ديال 64 سنة. إذا كنا نميزوا ما بين الشهور اللي هذا ما كيعنيش أن هذيك الشهور ما يمكنلاش تجي شي يعني بعض المرات بغير بدون تساقطات، هذا واقع لأن الدراسة الإحصائية أظهرت أن أحيانا بعض المحطات ما كاين بعض الشهور رغم انها كانت تنتمي الى فصل الشتاء، ولكن مع ذلك لا تتلقى اي نقطه من التساقطات، وبالتالي فان انعدام التساقطات بالنسبه للنظام المطري المغربي فهو نظام اللي هو يعني معتاد، وانه منين كنخرجوا ليكسيبسيون اي الغير المعتاد هو ملي كتكون التساقطات كثيره على طول السنه. اذا فهاد الدراسات كلهم ما كيمكننا نعرفهم الا درنا احصائيه حسب الشهور حسب الامور كلها اللي كاينه بالنسبه للتساقطات. الوغ ملي كنتعرفوا على التوزيع الزمني وكنتعرفوا على التوزيع المجالي للتساقطات، فكيمكننا ندخلوا في عنصر اخر اللي هو اكثر يعني حتى هو عنده اهميه كبيره، وهو اننا كنهتموا ب يعني كميه التساقطات، هل هي كميه قويه ام كميه ضعيفه، كذلك الطريقه ديال النزول ديالها، هل هي نزلت يعني بواحد الحده في واحد الفترة زمنية ضعيفة أو أنها نزلت في واحد الفترة زمنية طويلة، وأيضا ما هي طبيعة التساقطات، هل نزلت على شكل سائل أم نزلت على شكل غير يعني متجمد أو غير سائل، يعني كان على شكل بخار إلى غير ذلك أو ضباب إلى غير ذلك، لأن بالنسبة للجريان هذا المعطى فهو جد مهم. فالتساقطات التي تنزل على شكل يعني مياه سائلة على شكل أمطار، فإن الشبكة المائية تستفيد منها مباشرة لأنها تؤثر مباشرة على المجرى المائي، بينما التساقطات التي تأتي على شكل متجمد فإنها تبقى فوق السطح، سطح الأرض، فوق القمم الجبلية إلى غير ذلك، فوق الغطاء النباتي، إلى أن ترتفع درجة الحرارة فتذيب هذه الثلوج لتعطينا مياه، آنذاك هذه المياه عاد كتأثر على الجريان
في الشبكة المائية، وهذا ما نسميه بامتطاحات الربيع أي لي كرو دي برينتون، يعني فيضانات اللي كتجي المجاري المائية واخا ما كايناش تساقطات وخا الطقس جميل لا أمطار ولا تساقطات، ومع ذلك يرتفع منسوب المياه داخل الشبكة المائية، لأن التساقطات التي وصلت إلى الأرض في الفصل السابق أو في الشهر السابق وجاءت على شكل متجمد، فإن الحرارة عملت على إذابتها عندما ارتفعت الحرارة مثلا في الفصل الربيع، وآنذاك عاد هذيك الثلوج يعني أدابتها الحرارة فأعطت مياه، هذيك المياه التي عملت على رفع منسوب المياه داخل المجاري المائية. إذا هنا نهتم بالتوزيع الزمني، بالتوزيع المجاني، بطبيعة التساقطات أو حالتها إلى غير ذلك، لنصل إلى ضبط إلى حد ما النوع ديال التساقطات وكذلك الحجم ديالها، باش من إمكاننا طبعا كناخذوا عدة سنوات كنديروا عدة مبيانات، المبيانات علاش على بالنسبة للتساقطات اليومية، بالنسبة للتساقطات الشهرية، بالنسبة للتساقطات السنوية، وكنقارنوا ما بين السنوات، ما بين الفصول، ما بين باش نوصلوا عاد في الأخير إلى مقارنتها بالصبيب. إذا من بعد التساقطات بطبيعة الحال هناك عدة معطيات التي تهم هذه التساقطات، يعني الظرف لا يسمح بالدخول فيها، ولكن كنهتموا أيضا بواحد العنصر اللي هو مهم، وهي الفترة الزمنية التي سبقت وصول التساقطات. فنعطيكم مثال، مثلا التساقطات جاتنا 30 ملم مثلا بعد فترة جافة، يعني الحوض لم يتلقى أي نقطة من الماء من التساقطات، يعني جاءت بعد فترة جافة، هذه 30 ملم سوف لا تحدث أي أثر على الحوض، لأن جزء منها يأخذه الجو لأنك يكون نشف، والجزء اللي بقى كتاخذ التربه، الغطاء النباتي، الغلاف الى غير ذلك، اذا لا تحدث اي تاثير. ولكن هاد 30 ملم اذا اتت بعد فتره رطبه، يعني الحوض فهو مشبع بالمياه، التربه مشبعه، الغلاف مشبع، الخزانات المائيه، الشبكه، يعني هناك لان فتره مشبعه كانت سابقه، هاد 30 ملم يمكن ان تحدث فيضانات، وربما فيضانات مهوله لانها تؤثر على، لان جات بعد فتره وجدت فيها الحوض في درجه اشباع، يعني ساتوري ما بقالوش فين يزيد عاد مياه اخرى. اذا نهتموا بفتره التساقطات ولكن ندرسها ليس منعزله في الزمن، ولكن بارتباط مع الظواهر او الظروف التي تحيط بنزولها لانها تكون معبره. أيضاً نهتم بالتوزيع ديال التساقطات داخل فترات زمنية، مثلاً إلى جاتنا 150 ملم سقطت خلال يومين، في يومين مثلاً نهار 19، هذا هو المثال اللي عطيتكم، 19 و20 في أكتوبر نزلت التساقطات، هذه التساقطات يمكن لها دير يمكننا نقولوا كارثة، لأنها كمية مهمة من المياه اللي هي 150 ملم ونزلت في يومين، إذن كيمكن لا تعطي مشاكل وامتطاحات في الشبكة المائية وفيضانات وخسارات إلى غير ذلك. بينما إلى هذه الكمية، هذه نفس الكمية 150 ملم نزلت مثلا في 16 يوم، نزلت من نهار مثلا 3 دجنبير إلى 24 دجنبير، يعني على مدى أسبوعين، وهي كتنزل فبطبيعة الحال كل نهار كتعطي شوية، ذاك الوقت الحوض كيكون بتدبير الامور ديالو، هو ان المياه جزء يتسرب، جزء يتبخر، جزء كيمشي للشبكه المائيه، كيلحق في البحر، وعاد الغدا كيجي عاود كميه اخرى الى غير ذلك. اذا الطريقه ديال التوزيع ديال التساقطات فهي جد مهمه، ولهذا ندرسها على شكل فترات ماشي على ايام منفرده، لان يوم منفرد ما كيعطيش اهميه. اذا الدراسه ديال التساقطات
هناك مجموعة من الأمور التي نتدخل فيها أثناء دراسة حوض الصريف لأنها تفيدنا فيما يخص الجزء المناخي في علاقته مع التساقطات. التساقطات غادي نرجع لها من بعد عندما نصل إلى الدرس الخاص بالجرايين، لأننا نقوم بمقارنة التساقطات مع الصبيب الذي يتوافق معها في نفس الفترة باش نعرفوا ما هي العلاقة التي تربط النظام المطري بالنظام ديال الجريان داخلنا. هل هناك علاقة وطيدة أم هناك وسائط التي تفصل ما بين الجريان وما بين التساقطات واللي هي السدود مثلا أو الخزانات الباطنية أو إلى غير ذلك. إذن الحرارة كعنصر ثاني بالنسبة للمناخ نهتم بها لأن الحرارة عندها دور بالنسبة لحالة الماء. فالماء في حالة مثل تكون الحرارة صفر فما أقل فالمياه تتجمد، أي أنها كتولي على شكل متجمد، وملي كتجمد كتبقى راسخة في مجالها لا تتحرك. بينما الحرارة منين كترتفع فتعمل على تسخين هذيك الثلوج وتعمل على إذابتها، وبالتالي ديك المياه التي كانت متجمدة لا تتحرك كتولي تسيل لتلتحق بالمجاري المائية لتتسرب إلى باطن الأرض وتغذي الخزانات الباطنية، أي تما عاد كتبدأ الدورة ديالها والحركة ديالها. أيضا ديك المياه الجارية ملي كتجي كانت ارتفعت الحرارة كيمكن لها تعطينا امتطاحات خارج المناخ خارج الفصل ديال الشتاء. ولهذا فخلال الدراسة نحاول أن نتعرف ما هي علاقة الفصول المناخية مع الفصول الهيدرولوجية. فكتلاحظوا هنا أنه الفصل فصل الشتاء المناخي فاش طاحت الثلوج هو اللي أعطانا فصل الشتاء الهيدرولوجي في فصل الربيع الخريفي. ربما زربت في أسرعت يعني في الشرح. فالفصل الخريفي تحت فصل الشتاء الخريفي جات عندنا تساقطات، هذيك التساقطات جات على شكل ثلوج بقات في الميدان في الحوض لم تتحرك. من بعد خرج الفصل الشتاء ودخل فصل الربيع المناخي دائما ارتفعت درجة الحرارة عملت على إذابة الثلوج، هذيك إذابة الثلوج عاد عطتنا نشاط في الشبكة المائية، يعني الشبكة المائية عاد جاها الشتاء الهيدرولوجي ديالها. وهنا كنشوفوا مدى تطابق الفصول ومدى عدم تطابقها. إذا كذلك الحرارة تعمل على تبخر المياه لأن ملي وبالتالي تنشط الدورة المائية كيكون تبخر كثير ملي كترتفع درجة الحرارة، إذا فهي جد مهمة ولهذا نهتم بها. وأيضا كندرسوها من حيث الحرارة العليا والحرارة الدنيا على مستوى السنة على مستوى الشهور على مستوى الفصول على مستوى الأيام باش كنميزوا ما بين هذه الأنواع ديال الحرارات، وأيضا التوزيع ديالها المجالي لأن الحرارة اللي عندنا في المناطق الأولى في المجالات الجبلية المرتفعة ماشي هي الحرارة اللي عندنا في المجالات المنخفضة القريبة من البحر أو البعد من البحر إلى غير ذلك، الحرارة تختلف داخل حوض التصريف ونقوم بدراستها سواء من الناحية المجالية أو من الناحية الزمنية. إذا كيبقى التبخر اللي هو عنصر مهم، والتبخر بطبيعة الحال عنده ارتباط بالماء وأيضا بدرجة الحرارة. والتبخر هو ظاهرة فيزيائية التي تعمل على تغيير حالة الماء من سائل أو متجمد إلى بخار، وملي كيتحول إلى بخار كيمكن له ينتقل من خزان إلى خزان، يعني كينتقل من الخزان المائي إلى الخزان الجوي، لأن الجو في الأخير هو عبارة عن خزان متحرك ينتقل من مجال إلى مجال، يضع في القنيطرة واحد الكمية ديال التساقطات، كيمشي مثلا الخميسات كيعطينا كمية أخرى، كيمشي إلى مثلا ترقيس كيعطينا كمية أخرى، يمشي للرباط يعني على حسب الظروف اللي مرتبطة به كيعطينا كمية، وإذا هو عبارة عن خزان مائي متنقل يوزع حمولته عبر أرجاء الحوض حسب ظروف
مضبوطة يسير عليها، لأن في الطبيعة كل شيء بميزان. إذا التبخر، فطبيعة الحال التبخر عنده مجموعة من الأمور اللي كتنقص الحرارة بعد تكون، ويكون الماء، لأن الماء هو اللي كيتبخر. من بعد التبخر كيختلف مثلا غير على حسب اللون ديال، مثلا الهواء ايضا عنده تبخر، وما يسمى ب لو بوفوار ايفابورون دو لاتموسفير، يعني الهواء براسو او الجو براسو عنده واحد كيمتص جزء من المياه المتساقطه كياخذها. وكتلاحظوا ان الرطوبه الجويه كتختلف، مثلا منطقه اذا كانت ساحليه ما عندهاش نفس الرطوبه بحال منطقه ولا مدينه ولا مجال اللي هو بعيد من البحر، النسبه ديال الرطوبه في الجو كتختلف. كذلك طبيعه المساحه المعرضه للتبخر، فارض عاريه او محروسه يكون التبخر بها اقل من تبخر من مسطح مائي، يعني حسب الطبيعه. كذلك حسب اللون، فاذا فالتبخر عنده شروط ديال المحتوى، وهو يعني الغلاف الجوي يمد نبيل المياه، ولكن التبخر يستهلك هذه المياه ويأخذ جزء منها طبيعة الحال، ويترك جزء في داخل الحوض لتتم استعماله من طرف الإنسان. إذا غادي ننتقل الآن إلى الدرس الموالي. كنتمنى أنه بالنسبة للطلبة اللي غيساعدوا من الحد وغادي يديروا دراسه ديال الماستر او فما فوق، غادي تكون فرصه باش غادي تدخلوا اكثر في هذه المعطيات كلها.